تساءلت يوماً كيف يمكن توفير بيئة آمنة لتدريب الطبيب؟ بيئة يسمح للطبيب فيها بالتدرب والخطأ الطبي دون ما ضرر للمريض، بيئة يمكن للطبيب أن يكرر الفحص أكثر من مرة. هل يمكن أن نقوم بتدريب الأطباء كالطيارين من خلال توفير مراكز محاكاة تكون فيها سيناريوهات معدة لتدرب الطبيب على ما هو مطلوب؟ من هنا نبعت فكرة إنشاء مركز المحاكاة الطبية في جامعة الخليج العربي. المحاكاة توفر بيئة طبية تفاعلية تحاكي ما يحدث في المستشفى من حيث التجهيزات والإمكانات، ويعمل المتدرب كما لو كان في مركز طبي حقيقي. لقد وفر لنا المركز بيئة تفاعلية مع المريض قبل وبعد الفحص. المركز يوفر لنا حالات نادرة من خلال المحاكاة الدقيقة، وما يعطينا ثقة بأنفسنا عند مواجهة المرضى في المستشفى. وقد ساعدت إضافة نظارات الواقع المعزز من مايكروسوفت في التدريب الأثر الجيد في فهم عملية الولادة وانفصال المشيمة، وكذلك لاقت تقنية الجسم المتفاعل في الحالات المرضية أكبر الأثر في تسريع القدرة التشخيصية للمتدربين. أثناء العمل في المركز يتم تقسيم المتدربين إلى مجموعات صغيرة، وهناك مجموعة تكون مسؤولة عن الفحص والأخرى مراقبة. السلام عليكم، أنا شاهر طالب طب، ممكن أتعرف عليك؟ اسمي عبد الله أحمد. عبد الله، أنت إيه مشكلتك اللي جابتك النهاردة المستشفى؟ عندي ألم في صدري من ساعتين. عبد الله، طب ممكن أكشف عليك؟ مو مشكلة. عبد الله، ممكن بس هكلم الاستشاري او اوصف له حالتك؟ مو مشكلة دكتور. هلو، هاي تو كونتكت اون كول. هاي، ام شاهر ميديكال ستودنت، اند ذير از ا بيشنت هير هاز ا تشست بين، سو اي وونت تو توك تو ذا كارديولوجيست. يس، اي ام ذا كارديولوجيست اون كول. اوكي، اي هاف عبد الله هير هاز ا تشست بين سينس 2 اورز. اوكي، سينس 2 اورز. وات شال اي دو فور هيم؟ Can you please do a 12-lead ECG and please collect blood samples for cardiac enzymes? Okay, I'll be there in 5 minutes. Okay, thank you. في مرحلة ما بعد الفحص الطبي يجتمع المتدربين ويتم الحديث عن الانطباعات في هذه الحالة وما تم التوصل إليه من خطوات طبية. لقد كان موضوع الولادة من أهم المواضيع في المحاكاة الطبية، وذلك لصعوبة توفرها في المستشفى. فحالة الولادة مثيرة، وخاصة استخراج المشيمة وقطع الحبل السري. الحمد لله، الولد طلع بخير وبعافية ووزنه بعد زين، إن شاء الله احنا بنطلب الملاحظة حق 24 ساعة، وبعد إن شاء الله بنعطيكم التسجيل. شكرا دكتور. العفو، ألف مبروك، الله يعافيك. يوفر مركز المحاكاة فرصة للتدرب على عمليات كثيرة وبدقة عالية، مثل فحص شبكية العين وطبلة الأذن. أصبحت خياطة الجروح في الحالات الطارئة سهلة وممكنة من خلال الممارسة في مركز المحاكاة. أمين، بس بفحص قلبك الحين، ده ممكن؟ وتعرفت على أشكال مختلفة من نبضات القلب الغير منتظمة، وهذا شيء مفيد لي في المستشفى. أوكي، تقدر تشد النفس.
وتدربنا على استخدام الصاعق الكهربائي في حالات عدم انتظام ضربات القلب الخطيرة. Clear everyone. Charge. وأخذ عينة من سائل النخاع الشوكي في حالات الإصابة بالتهاب السحايا للأطفال، وهذا مهم في التشخيص. ويقوم مركز المحاكاة باجتماعات دورية تقوم بها اللجنة الدائمة بإضافة الأجهزة الحديثة، وكذلك مراجعة المنهاج الطبي، بحيث يكون أساس للتدريب الطبي للطلاب بما يخدم الطالب قبل وبعد التخرج من كلية الطب. لقد جاء مركز المحاكاة بعد طول انتظار، ويعتبر واحد من أهم الإنجازات الطبية في جامعة الخليج العربي حديثا. المحاكاة الطبية تعني السهولة والإعادة والإتقان، وذلك هو ديدن التعليم الطبي في جامعة الخليج العربي.